لا يعني انتو حتعيشوا بالبيت او حتضلوا بالخيمة مشان وفاة والدك الله يرحمه؟ الموت ما بيعرف لا فقير ولا غني، وكنا رح نموت، وانتي اللي كتبتي هذا التعليق رح تموتي. مرحبا، كيفكن؟ ان شاء الله تكونوا بألف خير. اليوم رجعنا لكم فيديو جديد. اليوم الفيديو حبايب قلبي في كتير أسئلة سألت، واليوم رح نجاوب على هذه الأسئلة كلياتها. ومثل ما قلنا لكم بالفيديو الماضي، رح نعمل فيديو ونجاوبكم عن أسئلتكم. ومن أهم الأسئلة، شو وين بتكون تعيشوا، بالبيت ولا بالخيمة؟ بتكون ترجعوا على الخيمة ولا بتكون تعيشوا بالبيت؟ كل هاي الأسئلة رح نجاوبكم عليها بهذا الفيديو. هذا أول فيديو قلنا بعد وفاة بابا. 3 فيديوهات اللي شفتوهم صورناهم قبل وفاة بابا، وهذا أول فيديو قلنا صورنا بعد وفاة بابا. حبايب قلبي كمان بدي اتشكركم من كل قلبي على دعمكم إلي، عن جد انتو ما قصرتوا معنا، واذا زعلنا انتو اكيد رح تفرحونا بتعليقاتكم الحلوة. عن جد انتو ما بتقصروا معنا، وان شاء الله نرجع مثل اول واحسن. وقبل ما نبدأ بهذا الفيديو لا تنسوا اللايك والشير والسبسكرايب، تضغطوا على جرس التنبيه حتى يصلكم كل شي جديد. بنحبكم، يلا نبدأ الفيديو. حبايب قلبي هلأ رح نقرأ التعليقات ونرد عليهم. يلا أول تعليق بيقول: أبوك الله يرحمه برحمته شقد عمره هو وماما. بابا الله يرحمه كان عمره 42 سنة الله يرحمه، وماما عمره 39 سنة الله يخلينا إياها يا رب. لأيانا ما تتركينا نحن كلنا معك. أكيد حبايب قلبي ما بترككم، أنتوا أثبتوا لي بهي اللحظة، بهي الفترة اللي مرينا فيها، الفترة الصعبة، أثبتوا لنا أنه أنتوا معنا للموت ونحنا معكم للموت. بحبكم كتير. يا ليانا أنا من ما أبوك مات توفى الله يرحمه، وأنتي ما تنزلي فيديوهات، أنا كل يوم إذا صحيت من النوم أشوف الجهاز وبقول ليش ليانا ما تنزل شي. صراحة أنا أكتر، أنتي أكتر يوتيوبر بحبه، بحبك ليانا، اسمي بتول من السعودية. وأنا بحبك حبيبتي بتول، وتحياتي إليك ولكل أهل السعودية. كلكم بتعرفوا نحنا مرينا بفترة كتير صعبة، يعني ما قدرنا ننزل فيديوهات، بس الحمد لله كان عنا فيديوهات مجهزة فنزلناها مصورينا من قبل وما قطعناكم أبدا. التعليق اللي بعده بيقول: الله يرحمه وحنوقف معك لو شو ما صار، وشي أكيد أبوك حاليا بمكان أحسن من هون. كنا على هذا الطريق. بحبك، متابعتك من العراق. عم أحكي سوري مشان تفهميني. شكرا حبيبتي على هذا التعليق، وأنا فهمانة عليكي، وشكرا لك على هذا التعليق. عن جد أنتوا ما قصرتوا معي، وقفتوا جنبنا وما قصرتوا معنا، ساعدتوني أكثر من أصدقائي. التعليق اللي بعده بيقول: الله يرحمه لو أقدر أجي بيتك وأراضيك لأجيك، بس أنا ما بقدر. شكرا لك حبيبتي، أنت بكلامك هاد كأنك أجيتي، بحبك كتير. التعليق اللي بعده: طب أنا آسف أبوها مات، ليش الفيديوهات زايدة 8 دقايق؟ وليش حاطين دعايات يا ناس الفيوز كاتب قصده الفلوس؟ مش كل شي بالدنيا. أول شي شكرا لك على هذا التعليق. ثاني شي، نحن فتحنا القناة، هي مصدر رزقنا، نحن بنشتغل فيها وبنتعب فيها لأنها مصدر رزقنا، ما إلنا مصدر رزق ثاني غير القناة، وحتى ما نحتاج حدا ثاني. شكرا لك على هذا التعليق. ليول لا تبكي اضحكي مشاني. حبايب قلبي أنا بضحك على الكاميرا مشانكم أنتو، هو الحزن بالقلب، مو ضروري يعني نبكي على الكاميرا، هو الحزن بالقلب. ودائما إن شاء الله رح نضل نضحك ونمزح سوا مثل قبل وأحسن. ليش رجعت الأغراض للخيمة؟ يعني البيت كان لأبوكم الله يرحمه؟ لا حبايب قلبي، بابا ما كان عنده بيت، لا مو لبابا، بس نحنا حبينا انه نطلع ببيت. كلكم تكتبونا ممكن معلش تطلعوا ببيت، حبينا نطلع ببيت ونورجيكم اياه،
بس نحن لما طلعنا نحن على البيت واجانا خبر بابا تلبكنا وما عاد نعرف شو بدنا نعمل وصدمنا وما عاد نعرف شو بدنا نساوي. فبعد اسبوع رجعنا الاغراض على الخيمه. هلا نحن حاليا عند بيت جدو لانه ماما ماسكه العده وما بصير تطلع برات البيت، وكمان لانه البيت كتير بعيد، يعني بعيد عن بيت جدو كتير، ما بنقدر يعني نروح ونجي. فاخذنا بيت هون قريب على بيت جدو، قريب على بيت جدو كتير هيك مشان ماما تقدر تمسك العده. حبايب قلبي نحن رجعنا الاغراض على الخيمه لانه هداك البيت بعيد كتير عن بيت جدو، فلقينا بيت هون قريب على بيت جدو، فان شاء الله بالايام الجاية رح ننقل عليه. رح تشوفوا الفيديوهات. وهداك البيت نسوم ما عاد فينا نروح لعنده لانه البيت ما فينا نرجع عليه لانه البيت كتير بعيد. فشفنا بيت هون وان شاء الله رح نصور لكم كل شيء اول باول. تعليق اللي بعده، نحن آسفين، الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جنات حسب الله ونعم الوكيل. حبايب قلبي هذا التعليق اجا من ناس صار تكذبنا وتقول انه انتو ابوكم ما مات، انتو عم تعملوا هذا الشيء مشان تجيبوا مشاهدات. صح حبيبتي، ما رح يصدقوا لانه في كتير ناس بالقنوات عملوا شغلات بشعة وما بتصدق وكذبوا، بس نحن والله العظيم ما عم نكذب. وهذا الشيء صار معنا، كان كل شيء صار معنا. الله يرحمه ويغفر له ويجعل مواد جنة. ليانا بدي انصحك نصيحة، اللي عم بيحكي عنك كذابة لا تسمعي له. ضلك مفكرة انه ابوك ما مات، ابوك الله اعطاه نعمة انه يكون بالجنة. صح كلامك حبيبتي، هن ما عم بيصدقوا لانه صار في كتير كذبات باليوتيوب، ما عن حق ما يصدقوا، بس نحن الله شايف وعارف كل شيء. التعليق اللي بعده، انا ما راح اصدق انه ابوها مات، بس انا اللي اعرفه انه تلبس اسود مو احمر. اوكي حبيبتي انت بكيفك، بتصدقي ولا ما بتصدقي؟ انا مو جابرني اني برر لك اذا صدقتي واذا ما صدقتي، بكيفك. يعني مو ضروري البس اسود لحتى ورجيكم انه انا حزنانة. يعني اذا بدي اكذب ومشان المشاهدات كنت لبست اسود وورجيتكم اني عم اكذب، ورجيتكم اني عم اكذب مو مشان المشاهدات، والمشكلة مو باللبس. ابوك متوفي الله يرحمه، امك ساوت عدة ولا لسه؟ اكيد حبيبتي ماما ساوت العدة وما لازم تطلع برات البيت ولا حدا يشوفها ولا يسمع صوتها. وفي كتير ناس كمان كاتبة تعليقات كيف امك على الفيديو الماضي تبع شطف البيت، كيف امك ماسكة العدة ورايحين تشطفوا البيت. انا قلت لهم ورديت عليهم، كتير ناس ما عم تستوعب انه قلت لهم انه ما نحن صورنا هذا الفيديو قبل ما بتوفى بابا، بس ما عم يستوعبوا، ما بعرف ليش. يا حرام فقراء، وكمان مات ابوهم الله يرحمه، بكرهكم بس شفقت عليكم عشان فقراء ومات ابوكم. حبيبتي نحن مطالبين منك انك تشفقي علينا، الموت ما بيعرف لا فقير ولا غني، وكنا رح نموت، وانت اللي كتبتي هذا التعليق رح تموتي. ليانا انتو حتعيشوا بالبيت او حتضلوا بالخيمة مشان وفاة والدك الله يرحمه؟ لا حبيبتي، انا قلت بالتعليق السابق انه نحن نقلنا الاغراض من البيت على الخيمة، ونحن شفنا بيت هون قريب على بيت جدو، هداك البيت كان بعيد عن بيت جدو وكبير علينا، فهون لقينا بيت وان شاء الله بيت صغير، وان شاء الله رح نورجيكم اياه بالفيديوهات الجاية. لك بدي نشوف ابتسامة وضحكة انت واختك. شكرا لك حبيبتي على هذا التعليق. حبايب قلبي مثل ما شفتوا هدول التعليقات والتعليقات اللي راحوا، انه انتو
ليش عم تعملوا للفيديوهات اعلانات وابوكم متوفي؟ مثل ما قلنا لكم هي القناة مصدر رزقنا، يعني انا بحكيها بكل صراحة انه هي مصدر رزقنا. حبايب قلبي القناة هي مصدر رزقنا وبنحكيها بكل صراحة، لانه ما عندنا شيء غير القناة مصدر رزقنا. لهنا بكون انتهى الفيديو، ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو، وشكرا لكم على تعليقاتكم الحلوة وعلى دعمكم لي، عن جد بتشكركم من كل قلبي. ومثل ما وعدناكم بالفيديوهات الجاية رح تشوفوا بيتنا الجديد، بس نتمنى منكم ما تتنمروا عليه، هو بيت صغير وعلى قدنا، نحن تركنا هذاك البيت لانه البيت بعيد عن بيت جده، واخذنا هذا البيت لانه قريب عن بيت جده، لانه ماما ماسك العدة. ونحن ما بيهمنا البيت يكون كبير ولا صغير، حلو ولا بشع، المهم بيكون على قدنا وقريب على بيت جده، لأنه ماما ما بتقدر تطلع من البيت. ولا تنسوا اللايك والشير سبسكرايب، تضغط على جرس التنبيه حتى يوصلكم كل شيء. بنحبكم واستنونا بفيديوهات جديدة. باي.